حول هذا الموضوع تنضم إلينا دكتور زويا نعامني زبارقة، الطبيبة النسائية في مستشفى سوروكا ونائبة رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب. أهلا بك دكتورة زويا معنا في بانوراما. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. إذن هل حقا نحن بحاجة لتطعيم ثالث؟ الموضوع هو جدا صعب التحدث في هذا المجال، وخاصة في التطعيم الثالث والجرعة الثالثة. الشيء الذي نقوله وكل يوم نتحدث عنه أن هذا الفيروس للأسف سيعيش معنا على ما يبدو لفترة طويلة، وهناك الكثير من الحالات اليومية للأسف الشديد من العدوى بهذا الفيروس، وخاصة بالطفرات الجديدة والصعبة والخطيرة. نحن كما نعرف أن في الموجة الأولى والثانية بدأنا في التطعيم الجرعة الأولى والثانية من اللقاح ضد فيروس الكورونا، وهنالك كانت نجاعة لهذا التطعيم في بداية الأمر من ناحية شريحة المواطنين البالغين، وقد رأينا أن هنالك النجاعة وصلت ل 95%، وبالفعل لقد رأينا أن هنالك انخفاض كبير جدا في عدد المصابين في العدوى بهذا الفيروس، وكانت هنالك نتائج جدا مرضية في هذا الموضوع. نعم. لذلك رأينا أننا قد قمنا بفتح الدولة وفتح جميع المتاجر وفتح المدارس والأعراس. نعم. ورجعنا لحياتنا الطبيعية بفضل الالتزام بتوصيات وتعليمات وزارة. نعم، ولكننا الآن نعود إلى ولكن الآن السؤال هو هل الجرعة الثالثة من هذا اللقاح سوف تكون ناجعة كما عرفنا في الجرعة الأولى والثانية؟ نحن نعرف أن هنالك الأبحاث جدا قليلة في هذا المضمار وهذا الموضوع، لا ندرك سوى القليل. نعم. إذا لماذا يعني المنسق العام للكورونا بروفيسور نحمن أش قال بأن مسألة يعني عمليا منح الجرعة الثالثة ليست يعني إذا كنا سنمنح الجرعة الثالثة إنما متى سنمنحها، يعني بات الأمر مفروغ منه؟ القضية هون إنه إحنا كل يوم بنشوف إحنا في عنا حالات كثيرة. إحنا كنا قبل يومين ثلاث كنا 800 حالة و700 حالة، اليوم إحنا وصلنا ل 1400 حالة، وصلنا إلى حوالي من فوق ال 500 واحد اللي في حالة خطرة جدا. القضية هنا هي المعطيات الموجودة عنا لدينا في الدولة، وهنا يدل على مدى إذا كانت عنا العدوى جدا كبيرة بين المواطنين لا يجد لنا حل. هذا الوباء الخطير وهذه الطفرة الخطيرة لا يوجد لدينا الحلول الكثيرة ولا توجد لدينا المعلومات الكافية. هل تؤيدين العودة إلى أيضا فرض إغلاقات وتقييدات أم أن هذا الأمر أيضا يعني غير منطقي، يعني في بعد ما شهدناه من الموجات السابقة والضرر الاقتصادي جراء الإغلاقات؟ الموضوع هنا إذا احنا نتحدث عن إغلاق وندخل إلى موجة رابعة، الموضوع هو جدا صعب من كل النواحي، إن كان من ناحية صحية، من ناحية اجتماعية، من ناحية اقتصادية، من ناحية نفسية، وتأثيرها على المواطنين وعلى أطفالنا وعلى جميع شرائح المجتمع. لذلك إذا نحن قمنا بالتقيد بتعليمات وزارة الصحة ممكن أن لا ندخل إلى حظر وإلى حجر صحي وإلى إغلاق شامل وكامل للدولة، ممكن أن نقوم. نعم. ولكن نحن نعلم يعني إلى أي مدى يعني التي أصيبت في هذا الوباء. نعم، ونحن نعلم ولكن يعني مدى التقيد في هذه التعليمات، بأنه لا يوجد هناك تقيد كبير بهذه التعليمات. هناك سؤال يعني مطروح لدى بعض المواطنين وأيضا يعني بعض الأطباء تحدثوا عن هذا الأمر، أود أن أسألك لماذا لا يتم العمل على يعني تطوير علاج أو دواء للكورونا بينما يعني يتم صب كل الجهود لتطوير فقط لقاحات للكورونا؟ اولا نحن ان نعرف ان هذا فيروس وهذا الفيروس مثله مثل كل الفيروسات التي عهدناها والموسميه التي نعهدها كل سنه مثل الانفلونزا وغيرها، التي نقوم بالعلاج عن طريق اخذ اللقاح سنويا. وهذا الفيروس الحل الوحيد في هذه الفتره، بما انها فتره جدا قليله لا ندرك الكثير عن هذا الفيروس، والقضيه هنا الاصعب هي الطفرات الجديده، الاصعب من الفيروس نفسه
نفسه. لذلك نرى أن هنالك يوجد صعوبة جدا كبيرة في إيجاد العلاج لهذا الفيروس، في حتى اللقاح وحتى نجاعته حتى الجرعة الثالثة. هل هذه الجرعة سوف تحمينا وتقضي على هذا الفيروس وعلى هذا الوباء؟ هنالك علامة سؤال لا يوجد لنا جواب نهائي. ما هي الحلول الأنسب من وجهة نظرك لمواجهة هذا الفيروس والطفرة طفرة الدلتا، يعني متحور الدلتا التي تنتشر بشكل أسرع؟ ولو تحدثين يعني عن لربما آخر الأبحاث والدراسات التي تشير إلى أن هذه الطفرة، أن فعالية التطعيم هو بنسبة لربما 50% مع هذه الطفرة. طبعا أي تأثيره يمكن يكون 50% أو أقل، والقضية هنا لأي مدى، هل المدى الطويل ولا أو المدى القصير. القضية في هذا الموضوع هو أن نأخذ الحيطة والحذر والحذر. إذا نحن لا نلتزم بوضع الكمامات والابتعاد الاجتماعي وعدم السفر إلى الخارج والالتزامات بالمناسبات والأفراح بعدد قليل جدا من المعازيم في هذه المناسبات، وكذلك تطعيم الشرائح الأطفال بذلك نتيجة لبداية السنة الدراسية، إذ لن نطعم هذه الشريحة ولن نلتزم نحن كمواطنين ويكون هنالك استهتار من قبل المواطنين، سوف نأتي إلى موجة رابعة جدا صعبة. حتى التطعيم لا يفيدنا ولا يعطينا النتائج التي نريد أن نحصل عليها في هذه الفترة على الأقل. نعم. حتى نقوم بالأبحاث والدراسات الطويلة لكي نصل إلى علاج نهائي لهذا الفيروس يأخذ الكثير من الوقت، لا ندرك إذا كان خلال سنة سنتين لا ندرك، ولكن هذا الفيروس ما ندركه الآن أنه سوف يعيش معنا لمدة زمنية طويلة للأسف. لذلك يجب علينا أخذ الحيطة والحذر في كل تصرفاتنا وعدم الاستهتار. نعم، وفي حال بالفعل الإعلان عن حملة للتطعيمات بالجرعة الثالثة، كيف برأيك يعني ومن التجربة السابقة في التطعيمات السابقة سيكون التجاوب لدى المجتمع العربي مع هذه الحملة؟ حسب رأيي، حسب الأمور التي مرينا فيها وردود فعل المواطنين، للأسف كانت متدنية في البداية، وبدأوا المواطنين يأخذون التطعيم ويذهبون إلى المراكز فقط بعد حالات الوفاة، بعد ازدياد حالات الوفاة وبعد ازدياد في الإصابة والعدوى. نحن شعب فقط الخوف من الموت، ولما عندما تكون هناك حالات كثيرة من الحالات الصعبة والخطيرة ويزداد عدد وفاء، سوف نرى أن هنالك قسم من المواطنين يذهبون لأخذ الجرعة الثالثة من التطعيم، لأن التعامل مع المواطنين إحنا كمجتمع عربي كان جدا صعب لنا في البداية. هنا هل هو التخوف من هذا التطعيم؟ شو الأعراض الجانبية لهذا التطعيم وما مضاعفاته؟ هذا أول أحد الأسباب. والأسباب الثانية ترى أن المواطنين هنالك المبالاة والملل وسيبونا من هذا الموضوع، الكورونا من ورانا، كل هذه الأمور التي نتحدث عليها يوميا في الشوارع، في المدارس، في المناسبات، في العيادات، في كل مكان نرى أن هنالك القليل من الاستهتار من قبل المواطنين. صحيح، يعني ربما الناس سئمت حتى عندما اقترح التطعيم لشريحة الأطفال، لقد رأينا أن هنالك استهتار كامل في هذا الموضوع، وكانت نسبة المتطعمين من هذه الشريحة جدا قليلة. نعم، للأسف الشديد يعني لربما أيضا كما قلت الناس سئمت من كل موضوع الكورونا، على الرغم من أنه يعود إلينا وبأعداد أكبر يعني، ولربما هذا من الممكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة أيضا بأعداد أكبر، نأمل أن لا يحدث ذلك. أود أن أشكرك جزيل الشكر دكتورة زويا نعامني زبارقة، الطبيبة النسائية في مستشفى سوروكا ونائبة رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب، شكرا جزيلا لك.